في إشاعات قاعدة بتطلع على ميكس ونورس على أساس أنه هم رح يخطبوا بعض رح يتزوجوا، لأنه نورس رح تحضر عرس بالأردن وشافت ميكس هناك وراحت على بيته اتلاقت مع أمه. يعني في كتير أشياء الصراحة مشكوك بأمرها، يعني كتير كتير أشياء. لو هم جد يعني ما بيحبوا بعض وما بدهم يخطبوا، ليش يعملوا فيديوهات مع بعض زي هيك؟ يعني اللي بدهم يخطبوا اللي بيكون في بينهم إعجاب بيعملوا أشياء زي هيك، حتى لو مشاهير. في ناس مثلا ممكن تيجي تحكي هدول مشاهير فقاعدين بيعملوا محتوى مع بعض، شو هذا المحتوى؟ انهم يلبسوا لبس الشعبي تاع الزواج ويتصوروا جنب بعض، والله ممكن يكون في اعجاب انه من تحت لتحت وبعدين بدهم يخطبوا ويتزوجوا. بس انا سمعت من قبل انه ميكس حكى انه هو ما بده يتزوج مره تانية من السوشيال ميديا، يعني المره الجديده اللي بده ياخذها اللي بده يتزوجها ما بده اياها تكون من السوشيال ميديا، لانه خلاص يعني تعلم درسه وما بده يرجع يعيد نفس الغلطه انه ياخذ واحده من السوشيال ميديا. المهم في كتير اشياء قاعده هلا بتصير، في دراما قاعده بتصير اللي هي بين ضحى ونورس. ليش قاعده بتصير هاي الدراما؟ لانه نورس قاعده بتنزل اشياء زي كانه بتسمع كلام انه هذا المكان تاع ضحى، هذا المكان اللي أنا فيه هلأ المشهور كتير، وزي كأنه قاعدة يعني بتمشي على نفس الخطى تاع الضحى. لو هي اتزوجت ميكس يعني هون عن جد بيكون إشي واضح جدا أنه عم تمشي بالخطى تاع الضحى. أكيد عرفتوا أنا وين يا جماعة. أنا حاليا في بيت خالته أم ودي اللي هي نفسها أم ميكس. فتنا خلنا أشوفوا هاي الصالون مشهورة كتير، الصالون أكثر من كتير ناس. انتوا فاهمين يعني انتوا فهمتوا شو المقصد؟ طيب الصالون هذا كتير مشهور. المهم انه ضحى ما عجبها هذا الموضوع ابدا، والصراحه بحق لها انه ما يعجبها. لو هي جد نورس قصدها انه تحكي على ضحى، انه تسمع كلام انه هو هذا الصالون المشهور هون كان موجود ضحى وهلا انا مكانها، وقتها معاها حق انه ضحى تتضايق تزعل. وطلعت ضحى ردت على هذا الموضوع، طلعت تحكي عن هذا الموضوع وكتير متضايقه مقهوره من نورس انه كيف بتعملي إشي زي هيك؟ لو هي ونورس أصحاب جد ما بيحق لها هيك تسوي، ما بيحق لها إنه تروح على بيت ميكس اللي هي طليقها وتعمل هاي الفيديوهات وتصور وتحكي هذا الكلام. بس لو هما مش أصحاب ويعني عملت هذا الإشي بشكل ودي وما قصدها إشي، يعني إنه بس اثنين مشاهير تلاقوا مع بعض وميكس عزمها زيها زي أي مثلا مشهورة، وقتها هذا إشي تاني. وأنا اللي سمعته كمان إنه هي مش لحالها هناك، يعني نورس ما إجت لحالها على الأردن وطلعت مع ميكس لحالها وراحت على بيت ميكس لحالها، لا أبوها كمان موجود معاها. فعشان هيك هون كتير أشياء بتتغير، دام أبوها معاها هون ما بنقدر نحن نحكي ما بصير وعيب، أبوها ما هو معاها، معاها الرجال من العيلة، فما بنقدر إحنا نحكي عليها إنه راحت رامية حالها على ميكس وبس بدها ميكس يتزوجها. أنا نحكي في كل شيء، فما ناس حتى ناس مشاهير قاعدة تمشي على الخطام تاعي. خطاش عملت ضحى باش تشهرت؟ والله ضحى مشيت أول حاجة اتعرست وبعد مشيت للأردن حتى تنمشي. يا أخي موقي بري يعرفي واحد آخر أردني، امشي لواحد آخر أردني، ما تجيش مشيت لواحد. يا أخي هو الصراحة معاه حق بهاي الشغلة، إنه لو هي معجبة فيه إنه لروحي عند واحد تاني، يا أخي نعجبي بواحد تاني بالأردن، إيش معنى يعني الطليق تاعي بدك تمشي على نفس الخطة تاعتي بالضبط؟ بس ما بتعرفوا يا أخي، ما بتعرفوا، ممكن نورس ما قصدها، ممكن يعني كل هذا صار أصلا بالصدفة. يعني ممكن نورس راحت على الأردن عشان بس تحضر هذا العرس، وكل هاي الأشياء اللي هلأ حاليا قاعدة بتصير إنه راحت على بيت ميكس وقعدت وصورت هاي الفيديوهات، كل هاي بالصدفة مش تخطيط، يعني مش إنه مخططة أنا بدي أروح وبدي أعمل هاي الأشياء وبدي أصور. إذا مخططة وقتها هون الكلام تاني، وقتها هون كلام ضحى 100% صح، ما بصير هيك تعملي، إنه شو بدك تمشي على نفس الخطى لدرجة إنه كمان تطلعي مع طليقي تزودتيها هيك، يعني مش لهاي الدرجة كمان. يكرب زادكم راكم بهيم راكم اوكي مش مشي على الخطام تاع ضحى، عارفه مش توصل الليفه تاع ضحى قلد، اما امشي لي امشي اخطفي الدوره مثلا هذه بري لسوريا، امشي لفلسطين، امشي شبحنا الاردن العراق، عاملي نفس الخطى، فهمتي نفس الخطى، انا اخطفي البلاد، بدي البلاد، نجم تسمح الله تخطف لك بزهر تاع العرسي بي تمشي نفس ولم. بحس ضحى ما تخطط ميكس لهلأ، بحس ضحى لسه بنفسها ترجع معه، بنفسها خلص يعني زي ترجع للحياة القديمة، عرفت حالها أنه غلطت لما يعني سوت هاي الأشياء مع كنيتة. على فكرة يعني اللي ما بيعرف كنيتة وضحى تركوا بعض، كنيتة كمان حكى كلام عن ضحى
مش ضروري انا هلا اقعد احكي لكم اياه، لانه ما بتعرفوا، يمكن هو قاعد بكذب بيحكي كلام من راسه. انتم بتعرفوا الاجانب، الاجانب يعني كثير بيخترعوا اشياء، فعشان هيك ما بدي اورجيكم الكلام ولا حكيت على هذا الموضوع، لانه احنا مش متاكدين 100% من هذا الكلام، وضحى اصلا طنشت هذا الموضوع خلص. بس جد بحسها انه لسه في عندها مشاعر لميكس، يعني لو مثلا صار وميكس مثلا اعتذر لها وخلص صار كل إشي تمام، هي اعتذرت لميكس وهو اعتذر لها وحكى لها شو رايك نرجع مع بعض، اتوقع راح ترضى، اتوقع راح تحكي اوكي وترجع معه. بس هم حاليا هاي الفتره قاعدين بيسمعوا بعض كتير كلام، مثلا لما صار موضوع كانيتا وضحى، ميكس طلع وبيغني غنية أنا مش شمتان إشي زي هيك، أنا مش شمتان، وضحى كمان طلعت ترد عليه، صارت تعاير فيه تحكي له زي كأنه أنت بخيل، أنت ما بتدفع إشي، تحكي كلام كتير عليه. يعني حتى بهذا الفيديو بتحكي كلام على ميكس أنه زي كأنه هو ما بدفع إشي، أنا العرس اللي سويته على فكرة بتونس أنا اللي دافع كل إشي. بس ما كملت الكلام، بس واضح من الكلام أنه التكملة تاعته زي هيك. خاطر يحب واحد يتعرس له هذيك، والله ما ياخذك هذاك يحب. شفتي عرس؟ شفتوا عرسي اللي عملته في تونس الكل؟ شفتوا عرسي اللي عملته في تونس؟ راني هذا راني ساكتة. اوف 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 اوف، زي ما انتم شايفين يعني واضح معنى الكلام، انه العرس اللي انا سويته بتونس على فكره هذا انا اللي دفعت له، هو ما دفع شيء، ما ساعدني فيه. فبتضلها بتعايره بهاي الشغله انه البخل. انا ما بعرف يا اخي، مو متاكد، يمكن من الحقد، ممكن من القهر لانه هو هيك عمل فيها، فعشان هيك بتحكي هذا الكلام، وممكن يكون كلامها صح، احنا مش متاكدين وما بنعرف هذا الاشي، فما بنقدر احنا نرمي التهم. فاهمين كيف؟ نقعد نحكي ميكس طلع بخيل، ولا ضحى طلعت سيئه، ما بنقدر نحن ناخذ وجهة نظر بس شخص واحد، في وجهة نظرين قاعدة بتنطرح، في وجهة نظر ميكس قاعدة بيحكي كلام، وفي وجهة نظر ضحى، وهذا وجهة نظره غير وجهة نظرها تماماً، كل واحد عنده قصة في باله وفي مخه، فما حدا بيعرف الحقيقة، ما حدا بيعرف شو القصة اللي صايرة بينه وبينها. المهم نورس بعدين طلعت تحكي عن هذا الموضوع، طلعت تحكي عن الإشاعات اللي قاعدة بتطلع كتير، لأنه ناس قاعدين بيحكوا إنه هم رح يخطبوا بعض وهم بيحبوا بعض، وزي كأنه نورس رامي حالها عليه لأنه راحت على الأردن وفاتت على بيته. بس الكلام هذا مش صح، يعني نورس مش رايحة عشان يخطبها، ولا إنه راح يصير في شيء بينهم رسمي، ما في إشي رسمي، ولا راح يخطبوا بعض ولا راح يتزوجوا بعض. بس التصرفات مثلا والفيديوهات والتصوير بينه وبينها يعني مبين زي كأنه هم اثنين بيحبوا بعض، مثل الفيديو اللي ورجيتكم إياه بالبداية. يعني بالله عليكم في حدا بيعمل هيك جلسة تصوير زي هيك وهو ما بيحب هاي البنت هيك بس عشان مثلا السوشيال ميديا ويطلع ترند؟ ممكن والله، بس أنا بالنسبة إلي الصراحة ما بعملها، مستحيل أعمل إشي زي هيك. بس ممكن هم يعني الهدف تاعهم إنه خلينا نصور ونعمل كل هاي الأشياء عشان مثلا نطلع ترند، عشان إحنا الاثنين مشاهير وهذا الإشي كتير حينتشر، ويصيروا الناس يحكوا مثلا إنه ميكس بيحب نورس ونورس بتحب ميكس، وبيطلع هذا الإشي ترند زي ما صار هلأ حاليا. لا رضاو إن نقطعوا تيكت تبع الطيارة، تذاكر ما قطعناهم، يحرم قسما بربي الأعلى ولا دفعت مليم لا تيكت طيارة لا إلي ولا بابا، ما رضى. الأوتيل اللي أنا توا قاعدة فيه، اللي أنا هلأ قاعدة فيه مقيمة فيه، ولا دفعت حقه. إنسانة استضافوني كل شي مدفوع، إجيت 4 أيام لحتى أحضر عرس قوم بالواجب وبعدين أرجع لبلدي، هذا هو. ولا حكينا على عبيد، ولا جبدنا على عبيد، ولا حتى هكا سيرة عبيد، والعكس بالعكس. أنا إنسانة كنورس، أنا كشخصي شخص طلع من حياتي، الناس اللي قاعدين تسووا في مواضيع، أنا شخص طلع من حياتي، أنا إنسانة كنت مخطوبة وبعدين خلص قسمة، كله قسمة ونسب، كله مكتوب من عند رب العالمين، خلص أنا إنسانة ما عاد عندي ولا حد. أنا شو دخلني، شو دخلني الإكس أو يقابل مين، يشوف مين، يتابع مين، يستضيف مين، يتلاقى هو ومين؟ عشان هيك أنا بحكي لكم أنه بحس ضحى لساتها متعلقة بميكس، ما تخطط ميكس، لأنه جد أيوة صح كلام نورس، أنه هي شو خصها بالإكس، هي قاعدة بتحكي بتسمع كلام على ضحى، أنه أنت شو خصك فيه، هو يتلاقى مع مين، يطلع مع مين، يسوي اللي بده إياه من الآخر. بس ضحى كل ما إشي هيك يصير بتطلع بتحكي مثلا زي هلأ
هذا اللي صار، طلعت تحكي عن الموضوع، طلعت تحكي كيف انه يا اخي لا ليش رحتي عنده، ليه رحتي عند هذا الشخص بالذات اللي بالاردن اللي هو طليقي. بس لو هي جد متخطيه هذا الموضوع 100% ما راح تحكي هيك، ما راح تفرق معاها اصلا، راح تحكي انه خلص يقابل مين ما بده، يعمل اللي بده، يا خلص هاي حياته وهاي حياتي. مثلا لما ضحى طلعت مع كانيتا وعملت فيديوهات معاه وكل هاي الاشياء اللي كانت تسويها معاه، ما حكى شيء ميكس، ما لاحظتوا انه ميكس ما حكى شيء، هيك ضلوا ساكت خلص يفتح لايفات وكل شيء تمام. بس ضحى هلا لما صار هذا الاشي نورس وميكس، طلعت هي تحكي، طلعت تحكي لا تقلديني، لا تروحي عند نفس الرجال اللي انا كنت عنده. اينك يا نورس؟ شو دخلني؟ ما دخلني ولا شيء، ما دخلني ولا شيء. ايه دخلني لما يكون انسان سب بنت بلدي، اكيد دخلني وما بروح ابدا. لو الانسان مسوي شيء اوفر لبنت بلدي اكيد ما بروح. انا الانسان ما مسوي لي ولا شيء، انسان كان متزوج يا رسول الله يا ربي، كان متزوج على سنة الله ورسوله، صار معه مشاكل هو وزوجته هو وطليقته، انا شو دخلني؟ انا نعديه يصير عدوي؟ هو صح كلامها، يعني كلامها كمان منطقي. مثلا اذا بنت بلدها متطلقة منه ومتخانقة معاه، هذا مش معناه انه هي خلص المفروض تتخاصم معاه. يعني مو انه لو انا مثلا واحد من الاردن متخاصم مع واحد تاني من مكان تاني، انا معناه خلص ما احكي معه، ما بقدر هيك انا اعمل، انه لا هذا ابن بلدي متخانق معك مع السلامة خلص انا ما دخلني فيك. احكوا لي انتوا رأيكم بالتعليقات، شو رأيكم؟ شو بتتوقعوا يصير؟ هل بتتوقعوا نورس وميكس يرتبطوا؟ الصراحة أنا ما أتوقع، يعني كل هذا اللي قاعد بصير هو بس عشان إنه ترند، ومن هذا الكلام عم بيعملوا فيديوهات مع بعض زي ما حكيت لكم إنه اثنين مشاهير ويطلعوا ترند شوي وبس. والله هذا هو الفيديو لليوم، اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات ونشوفكم على خير، فأمان الله.